بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم ربنا من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم إياك نعبد يا الله، وبك نستعين يا الله، ولك نصلي ونسجد يا الله، وإليك نسعى ونحفد يا الله، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا الله، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا الله. أتيناك تائبين مذنبين مستغفرين، فاقبل توبتنا يا الله. أتيناك تائبين مذنبين مستغفرين، فاقبل توبتنا يا الله. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا. أكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا
وركوعنا وسجودنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا اللهم برؤياك، وأسعدنا اللهم بتقواك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.